طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. واصل متظاهرو ثورة تشرين في بغداد وبقية المحافظات تظاهراتهم واعتصاماتهم للتأكيد على استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها، وأكد المتظاهرون رفضهم التدخلات الإيرانية والأمريكية في العراق وتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الجانبين. وفي محافظة البصرة نظم الآلاف من أهالي المحافظة تشيعا للشهيدين الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي اللذين اغتالتهما الميليشيات مساء الجمعة، فيما حملت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الحكومة وميليشياتها المسؤولية عن اغتيالهما. في ساحة التحرير متظاهرو ساحة التحرير أكدوا عزمهم على الاستمرار في ثورة تشرين حتى تحقيق المطالب بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة، ونددوا في الوقت نفسه بعمليات الاغتيال التي تنفذها الميليشيات بحق المتظاهرين والناشطين السلميين في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية. طبعا أكد متظاهرو أو تظاهر المئات أمام وزارة التعليم العالي في العاصمة بغداد رفضا لقرارها إعادة الدوام الرسمي يوم الأحد، وتأكيدا على استمرار الإضراب العام في مدن البلاد حتى إسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. ونظم حشد من المتظاهرين مسيرة عكسية من ساحر التحرير إلى مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أقيمت تظاهرة حاشدة أمام مبنى الوزارة، وذلك ردا على قرارها الأخير باستئناف الدوام الرسمي للجامعات وفق نظام التقويم البديل. هذا في العاصمة بغداد. أما في محافظة البصرة أكد المتظاهرون استمرارهم في مواصلة التظاهرات السلمية المطالبة بإسقاط النظام نظام الأحزاب الفاسدة ومحاكمتهم، كما شدد المتظاهرون على أن خروجهم في التظاهرات هو من أجل استرداد الوطن المسلوب من قبل إيران وأمريكا بواسطة الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن. في محافظة ذي قار أكد المتظاهرون استمرارهم بالتظاهر لحين تحقيق مطالب ثورة تشرين المتمثلة بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية والتبعية للخارج، وأكد معتصمو ساحة الحبوبي على ثباتهم في الساحة رغم عمليات الاغتيال والخطف التي طالت العديد من الناشطين والمتظاهرين، وشددوا على رفضهم للمشاريع الإيرانية والأمريكية التي تريد تحويل العراق إلى ساحة صراع بين الطرفين على حساب العراق وشعب العراق. في محافظة كربلاء تواصلت التظاهرات الحاشدة في ساحة التربية وسط محافظة كربلاء دعما لثورة تشرين. يأتي هذا في الوقت الذي يؤكد المتظاهرون في كربلاء استمرار اعتصاماتهم دعما لثورة تشرين وتمسكا بمطالبها، وأولها إسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. إذا نروح إلى محافظة بابل وبالتحديد إلى ساحة اعتصام الحلة، حيث واصل المتظاهرون من تظاهراتهم واعتصاماتهم وأكدوا على مطالب الثوار السلميين بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة الحاكمة وأخرى تمجد بشهداء ثورة تشرين للتضحيات التي قدموها من أجل تحرير العراق من سلطة الفاسدين. في محافظة القادسية استمر الإضراب العام واستمر إغلاق الدوائر الحكومية في المحافظة دعما لثورة تشرين ومطالبها بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. أكد ناشطون في ساحة اعتصام الساعة في مدينة الديوانية بأن التظاهرات الشعبية ستتواصل بوتيرة أعلى في الأيام المقبلة، وذلك احتجاجا على تجاهل السلطات الحكومية لمطالب المتظاهرين السلميين، وأشاروا إلى أن المتظاهرين سيواصلون الإضراب عن الدوام وغلق المؤسسات الحكومية باستثناء الدوائر الصحية والدوائر الخدمية. طبعا يوم أمس مثل ما تحدثنا بحلقة يوم أمس كانت جموع غفيرة قد توافلت إلى ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات استجابة لدعوة مليونية الوطن رادنا يوم أمس الجمعة، وتأكيدا من الثوار على التمسك بمطالبهم بإسقاط نظام الأحزاب
الفاسدة ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي وإنهاء حقبة من النفوذ والهيمنة على القرار العراقي ورفض تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. اليوم رينا نتحدث عن هذا الموضوع ونركز عليه. رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل عادل عبد المهدي والمتهم بقتل المتظاهرين وإعطاء أوامر بقتل المتظاهرين قام بزيارة هي الأولى من نوعها بعد تقديم استقالته على خلفية التظاهرات التي اجتاحت العراق منذ 100 يوم. وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل عادل عبد المهدي إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق للقاء المسؤولين الكرد وبحث عدد من الملفات السياسية معهم. الحديث اليوم يدور عن إعادة تكليف عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء، وهذا ما أثار غضب الناشطين والمتظاهرين في ساحات التظاهر. راح نجي عن الموضوع بالتفصيل وننقل لكم أبرز ما يعني تناولته الصحف وما تناولته وكالات الأنباء حول هذه الزيارة وما نقلته عن مسؤولين في الحكومة. معنا اتصال أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لي. أهلا وسهلا. الله يسلمك. لتشرين. حياك الله. صراحة يعني اليوم المتظاهرين هم دائما ثابتين وما راح يتحركون من مكانهم حتى تحقيق مطالبهم. أما الالتفاف على مطالب المتظاهرين فالمتظاهرين ما يخلون أحد يلتف، وخاف أنه عادل عبد المهدي يطلع ويأخذ تأييد الكرد وغيرها. صار المتظاهرين يدرون بالصفقات اللي عقدها عادل عبد المهدي مع الأكراد وأعطاهم. هم ليش متمسكين خاطر صادع عيون عادل عبد المهدي؟ لأن أعطاهم نفط أنه حد بس 250% والباقي بيعوا بكيفكم، خط مفتوح بيعوا بدون لا تدخلون الموازنة العراق وبدون لا حتى ما تنطون الشعب الكردي هم بعد لأن ما يدخل الموازنة. سيد الكريم مالت إعادة تكليف عادل عبد المهدي يعني ما أدري، يعني ترى هو هذا هم يسمونه غباء سياسي. يعني ليش يعني قبلتوا استقالته وليش تبدون تعينون تكليفه يعني؟ يعني شنو صار؟ شنو الجديد اللي قدمه عادل عبد المهدي؟ يطلع للمواطن جديد وطن يعطيه 125,000 لو ينطيهم قطع أراضي، وآخر شيء لا 125,000 ولا قطع أراضي ولا تعيين ولا واحد تعين. ماكو واحد طلع قال انا تعينت وغيرها. اللي تعينوا اولاد المسؤولين والحزبيين واللي ينطي رشاوي حتى بحقول النفط بالبصره تنطي 10,000 جنيه تتعين، ما تنطي فلوس ما تتعين. فمن يعيد تكليف عادل عبد المهدي يعني شنو اللي قدمه عادل عبد المهدي؟ انا اقول لك ايش سوى عادل عبد المهدي. صار مامور بداله، الامريكيين خابرون راح يضربون والايرانيين خابرون راح يضربون. عندك راي؟ لا، عادل عبد المهدي ضيع سيادة العراق. شنو اللي سواه؟ عادل عبد المهدي قتل 700 شخص. عادل عبد المهدي عنده 25 أكثر من 25,000 جريح. عادل عبد المهدي جاب لنا 3,000 مواطن معوق، شاب ما عمره ما يتجاوز 18 سنة 19 سنة. عادل عبد المهدي عوقه وقعد بالداع. عادل عبد المهدي يتم أطفال. عادل عبد المهدي رمى النساء. عادل عبد المهدي خلى كل بيت عزة. هو هذا اللي خلى عادل عبد المهدي قاعد تكلفونا عليه من شنو اللي سواه؟ صحافة ما تحكي، تلفزيونات يعني طبع عليهن وفرهدوهن وسدوا صحافة، وكالات أنباء سدوها، قنوات تلفزيونية سدوها. طيب أنت من سديتها شنو السبب؟ لأن ما تقول إيه عادل عبد المهدي هي إيه هذه السيدة؟ صدق لا ينعاد تكليف عادل عبد المهدي، وهذه الحكومة تنشال وهذا البرلمان لازم يحل. أبو علي يعني إحنا شو نفسر اليوم هذا الحديث عن أنه هناك محاولات لإعادة تكليف عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة لحين إجراء انتخابات مقبلة؟ يعني مو انتخابات تكون انتخابات قريبة أو تعديل بقانون الانتخاب أو تعديل بالدستور، تكليفة إلى غاية الانتخابات القادمة. شو نفسر هذا؟ قلة مرشحين لو هو مفروض من قبل قوى إقليمية ودولية، لو شنو الموضوع؟ يعني معقول هاي الناس اللي طلعت مثل ما أنت تفضلت، يعني الشهداء اللي سقطت وآلاف الجرحى وصار لهم أكثر من 3 أشهر دي يطالبون
إزالة نظام الأحزاب الفاسدة وتغيير قانون الانتخابات وإعادة صياغة الدستور وتكليف شخصية من خارج العملية السياسية بقيادة البلاد لمرحلة انتقالية، كل هذا ويرجعون يرشحون عادل عبد المهدي، شو مفسر هذا؟ هذا اللي اخوي تفسيره استاذ عمر، تفسيره انهم هم عندهم صفقات، هذا واحد عندهم صفقات يبدون يخلصون، هذا واحد. اثنين انه ايران ما قابله، لان هم ايران قال لو حزب الدعوه يرجع لو ما يترشح، لان هذا كتله اكبر ماكو بالبرلمان. لو حزب الدعوه يرجع لان هو اللي يعرف يقنع المتظاهرين وينهي التظاهرات لو ماكو. ثالثا المجتمع الدولي خذل المتظاهرين، خذلهم اليوم، وهذه صفقة مع السليماني والضربات بالأخيرة تبتف مع عادل عبد المهدي، لكن هم راح يتحدون الشعب؟ لا ما يقدرون، هم يدرون ما يقدرون، لأن هم مارسوا معهم كل القمع، القتل والخط والضرب وحرق الخيام وكلها وما حد رجع، هم أساسا عندهم الوقت، يبدون يسوفون بالوقت، بس ما يقدرون. ما يقدرون هم، لكن هذه كل هذه مؤامرات عندهم، يعني سرقات مقاولات يبدون يمشونها. هالسنة هذه انتهت، لازم السنة هذه السنة المالية انتهت بالعراق، لازم يكون عندهم فائض. اكو احد عنده شفافية يقول احنا عندنا فائض من المال؟ اكيد لا، لان هم يبدون يبوقوه. هي كلها مؤامرات، هم يبدون حزب الدعوة يرجع والشعب رافض حزب الدعوة يرجع، ولا كل حزب من الاحزاب الموجودة، وما راح يستمرون ان شاء الله، لان الثوار هم ارادتهم اقوى من ارادة الاحزاب ان شاء الله. نعم. أنا أشكرك أبو علي من الواسط كان معنا. نعم نعم. اتصال من إسطنبول، ما سمعت الاسم؟ جودة من إسطنبول، تفضل جودة. حياك الله. يا أهلا بيك. حياكم الله. أهلا وسهلا بك أخي العزيز حبيبي. بالنسبة لبرنامجكم قيمة الحمد لله. فبالنسبة للمتظاهرين، المتظاهرين احنا قايلين سلميين، وبالنسبة يروح رئيس وزراء لمنطقة الأكراد يتفاوض وياه، لأن حكومتنا من الرأس للشعب كلها ما عندهم ولاء للوطن. يا حبيبي عزيزنا، المتظاهرين جابوا هسه سووا قناع علينا، والله قتل شو اسمه سليماني مع المهدي حتى يغلغلون المتظاهرين. هذا السيناريو الأمريكي والإيراني. هذا المتظاهر ما يتغير، ما يتغير طبعه، هذا متظاهر سلمي لإسقاط النظام. حتى لو يقتلون كم واحد من الرؤساء من برلمان أو رئيس جمهورية أو شيء، متظاهر نفس المتظاهرين. فعيب هذا صار لنا أكثر من 100 يوم ما شكلوا الحكومة. شنو السبب؟ ما يقدرون يشكلون حكومة لأن ماكو مستقل يجيبوه من عندهم. هم من عندهم ما نريد، إحنا نريد مستقل. معناته المستقل شنو؟ لا مشارك بالأحزاب بعد 2003. زين، بس أني عندي شغلة بلا زحمة عليكم. أريد كل المتظاهرين يكونون باسم واحد، يعني كل المحافظات يدعون باسم واحد، خلي يرشحون فد واحد من اي محافظه، مو مشكله، بس على يكون يحب البلد. فالكل محافظه يستعجل على ترشيح شخص حتى نسنده، الكل يسنده، لان هيك وقت يروح 100 يوم يصير 200 يوم المتظاهر. بعد اذا ما هم يشكلون فد شيء ويجي امريكا يحكم علينا، يابا جبناه هذا غصب عليكم، احنا ما نريد غصب علينا. بعد خلي الشارع المتظاهر يختارون شخص المعني، عنده ولاء للوطن، يحب البلد، وكل المحافظات العراق يأيدوه حتى نرفعه لرئيس جمهورية، نجيب رئيس وزراء. هذا كلش بسيط. فأنا أتعجب على هذا المتظاهرين قاعدين عجبا، ماكو بالشارع واحد نعتمد عليه؟ أكو زين يخاف؟ ما معقول يخاف. يعني هسه احنا هسه بالخارج بالتركيا، وعندي اصدقاء بلندن، وعندي اصدقاء بعمان، وعندي عندي عندي ما حد يخاف. هسه يخلي يرشحون واحد من العراق،
على الاقل لغايه الانتخابات، ويكون انتخابات على ضوء نزيهه بوجوده. نعم. اي نعي والله تعبنا، نعي تعبنا من هالسوالف نحكي، وحكومه كانما كل شيء ما صاير، كانما لا اكو متظاهر، لا لا بس اكو عندهم ميليشيات يقتلون بالشباب مال. حرام. نعم. حرام ما تختار. أنا أشكرك. جودة من إسطنبول كان معنا. رسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: تحية للشعب العراقي المسلم الموحد من الجمهورية الإسلامية الموريتانية في المغرب العربي. يقول: نسأل الله لكم النصر على إيران وميليشياتها وأمريكا وعملائها. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. فضل أبو حسن. السلام عليكم أخي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. ربي يحفظك إن شاء الله. حياك الله يا أهلا بك. طبعا زيارة هذا اللي اسمه عبد المهدي هي يعني شايفها التوسل بالربع هناك، قلت له شايف الباحة يعني الخطوة مع المرجعية، يقول لك احنا نريد العراق عنده سيادة وعنده كرامة وعنده حرية، يعني هو من دمر الكرامة العراقيين غير هم دول الجايين جايين جابوهم الامريكان. يعني بعد عجبت على الاقوال هاي اللي تغذي ولا تشبع. يقول لك هذا اقول لهم يا اهل الجنوب لما اطلبوا الجماعه خلينا نكون واقعيين ويا الناس. اهل الغربيه اطلبوا من الحكومه مشان بوقت عبد المالكي، ما رادوا حقوق، ما رادوا الناس تطلع من السجون، النساء الشباب. هسه الجنوب اطلب نفس الطلبات، بس هم ما يدي يعني يطول حقوق الناس، هم يجيبون بالكرسي قوة. يعني اكو امور هواية لو يفكرون بها مزين يعني طلعوا حسوا بالسالفة. يعني اشطلبوا الغربية، بس اشطلبوا حقوقهم كبشر. هسه الجنوب هم طلع قبل فترة هم يعرف حقوقه. هم تعرفون يا اهل الجنوب هذول ما يعترفون انت لا بشيعي لا بسني لا بكردي لا بمسيحي لا باي بشر. حتى المرجعيه تقول لك يا ابا احنا لازم شعب موحد وشعب لازم سياده. انتوا دمرتوا سياده العراق، انتوا شنو انتوا؟ دعونا بالعراقيين وبسيادتهم وبكرامتهم. اذا هي الكرامه انتوا اصلا انتوا كرامتكم مسلوبه، العراقيين تنسلب من عندهم. يعني شغلات بشكل يعني ما راح يصدق بيها. تقول احنا ما ادري احنا نتعرض للضغوطات واتهامات، وايران بالذات يعني شنو اذا هم الغرب يعني ضد يسوون انتهاكات. بعد انتم جماعتكم ايران ما تسوون انتهاكات، يعني استوكم حسيتوا بعد 17 سنه؟ فهي كلها مسرحيه لتدمير العراق شعبا واهله وارضا وسماء. نعم. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد. كان معنا رسالة من أم فهد من أربيل تقول: تحية حب واحترام عليكم، أنتم صوت الشعب. تقول: الحمد لله على كل حال، ربنا كريم، انتقم من إيران اللي دمرت العراق، انقلب السحر على الساحر ويبقى العراق شامخا أبيا منصورين. أم فهد من أربيل. رسالة يقول فيها: مساء الخير عليكم وعلى الأخوة الكرام المتابعين لهذا البرنامج. يقول: أخي عمر، سقطت الحكومة وطلب الشعب الحالي سقوط الأحزاب الفاسدة. أعتقد ماكو حلاوة من غير نار. مسألة سقوط الأحزاب تحتاج لبعض الوقت بسبب الأحزاب وقوتها السياسية في بلد كبير مثل العراق. أتمنى أن يستمر الشعب في اعتصام السلمي والمطالبة برحيل الأحزاب التي تنتمي إلى إيران. أكو الشعب العراقي، أقول الشعب العراقي شعب واعي ويعرف كيف يداوي جراحه وإعادة بناء دولته باختياره وليس باختيار إيران أو غير إيران. وشكرا أخوكم يوسف بركة. نعم. معنا اتصال صباح من بغداد. تفضل صباح. صباح. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. الو. نعم اسمعك اخي صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. الله يسلمك يا اهلا. الله يخليك ويحفظك. تفضل. من
ما سمعت موضوعكم شنو تحكون. نعم احنا موضوعنا يعني تدري التظاهرات مستمرة والاعتصامات، بنفس الوقت اليوم اكو حديث يدور ويتزامن مع زيارة عادل عبد المهدي إلى أربيل، إنه ربما الكتل السياسية تقوم بإعادة تكليف عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة. نعم صباح تسمعني؟ انقطع الاتصال مع صباح من بغداد. طبعا عادل عبد المهدي لم يغادر بغداد منذ أن صوت البرلمان على قبول استقالته في الأول من كانون الثاني ديسمبر الماضي. تحولت حكومته إلى حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، وهي التي ما زالت تمارس عملها في ظل أزمة عدم التوصل إلى ترشيح شخصية بديلة لتشكيل حكومة جديدة. في بيان مقتضب لمكتب عبد المهدي أكد بأن رئيس مجلس الوزراء وصل إلى أربيل صباح اليوم، وكان في استقباله بمطار أربيل الدولي رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني، ولم يبين المكتب أي تفاصيل عن الزيارة وملفات هذه الزيارة. وفقا لمسؤول قريب من مكتب عادل عبد المهدي، فإنه سيلتقي خلال الزيارة عددا من قادة الكرد على رأسهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني ورئيساء الحكومة والإقليم، وسيعقد معهم اجتماعا لبحث التطورات السياسية الجارية في البلاد كما جاء في البيان. وبين بأن عبد المهدي سيطرح على القادة الكرد إمكانية استمرار حكومته في عملها في ظل الخلاف السياسي وعدم القدرة على اختيار رئيس حكومة جديد. وأكد المسؤول بأن عبد المهدي يريد الحصول على دعم من الجانب الكردي مقابل وعود يقدمها لهم بشأن بعض الملفات في حال ذلك. بين بأن الجانبين سيبحثان ملفات إخراج القوات الأجنبية كما قال من البلاد، والصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة وتأثيره على العراق. يجري ذلك في ظل محاولات من الكتل السياسية الداعمة لعبد المهدي في بغداد للإبقاء على حكومة عادل عبد المهدي حتى إجراء الانتخابات المقبلة، مستغلة أزمة عدم التوصل إلى اختيار رئيس وزراء جديد. صباح من بغداد يعاود الاتصال بنا، تفضل صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالنسبة لحكومة عادل عبد المهدي وزيارة عادل عبد المهدي، احنا نعرف ان حكومة عادل عبد المهدي قدم استقالته، يعني ما عنده أي صلاحية، يعني مجرد من كل القرارات والصلاحيات اللي يتخذها رئيس وزراء فعلي، فهو دب استقالته. شنو زيارته هاي؟ يعني شو يريد يبين؟ شنو هاي الاتفاقات اللي راح تصير في أربيل أو بشمال العراق وغيرها؟ ليش ما يقعدون على المشكلة الحقيقية وهي انتفاضة الشارع العراقي بالكامل ضد هاي الحكومة المستقيلة، ويقررون قرارات يعني حقيقية مصلحة الشعب العراقي في سبيل يعني هالمشاكل اللي صايرة وهالمواضيع الاغتيالات ومواضيع القتل والاعتقالات والاغتصاب الصار والعطالة والكلها. ما شفنا يعني عادل عبد المهدي وحكومته البائسة اتخذوا أي قرارات حقيقية تجاه المواطن العراقي. يعني شنو اللي قدموه للمتظاهرين، واليوم صار 100 يوم هم دخلهم بالتظاهر ضد هاي الحكومة. شنو البدل ما يروح يسافر، اللي يروح يعزي قاسم سليمان بإيران، واللي يروح على أربيل، واللي يروح يعني صارم كلهم ذيول لو للأمريكان لو لإيران في سبيل يهدون الوضع بين الإيرانيين وبين الأمريكان، واللي هم احنا نعرفهم اثنيناتهم محتلين بلد. لأن انت كعادل عبد المهدي شنو راح تقدمه للمواطن العراقي المتظاهر في سبيل يهدى شوية او يطمنونه يطمئن في يعني كملوا إجراءات الاستقالة الحكومة وقيلوها هاي الحكومة ليش سووها سكتة لحد الآن وهي حكومة هسه حاليا غير شرعية. يعني المفروض به هسه حاليا رئيس الجمهورية يكلف رئيس وزراء من المتظاهرين اللي موافقين عليه من الأسماء المطروحة، يعني مو الأسماء فاق الشيخ وغيره ودول الناس اللي احنا نعرف ولاءاتهم علما، شخصية يكلف رئيس الجمهورية في سبيل حل الأزمة والاحتقان الموجود بالشارع العراقي والحفاظ على الدم العراقي اللي حاليا احنا نعرفه هو الدم العراقي اصبح ارخص ما يكون بسبب هاي الطبقه السياسيه اللي جاي تحكم البلد من 2003 لحد الان.
يعني حكومة بائسة، حكومة عميلة، حكومة فاسدة، حكومة كلها مجرد كلهم يعني ناس سراق، يعني ما يهمهم مصير المجتمع العراقي وين وصلونه. صرنا ساحة معركة لتصفية الحسابات بين الولايات المتحدة وجارة السوء إيران، والحكومة ما عندها أي سيادة. شفنا هاي التجاوزات الأخيرة اللي صارت على السفارة الأمريكية أو الأمريكان ايش جاي يسوون بالمنطقة، والإيرانيين شلون ردهم بالصواريخ وما احترمهم لا حكومة عراقية، لا احترمهم سيادة العراق، لا احترمهم جارة، لأن هيك بكيفهم يضربون صواريخ ويطلع لك عادل عبد المهدي الطرطور يتبنى يقول لك أنا بلغوني. شنو إذا بلغوك يخصفون بلدك، قاعدة بلد أو عين الأسد، وبيها نعم بيها أمريكان لكن معاهم جيش عراقي، جيش عراقي، واحنا نعرف اكو اصابات بالجيش العراقي، لكن الحكومه ما تقدر تعلن في سبيل، يعني ما يقدر يعلنون. عادي عندهم العراقيين من يموتون، اهم شيء تبقى علاقاتهم طيبه بجاره السوء ايران، او يبقون الامريكان راضين عنهم في سبيل يمشون امورهم كسياسيين. الحكومه مستقيله، فعلى الشعب يعرف ان الحكومه المستقيله مجرد تصريف اعمال، حتى القرارات السياديه للدوله يعني ما من صالحها، مو من يعني صلاحيتهم يوقعون اتفاقيه اخراج الامريكان. ليش هم من جاب الامريكان؟ زين انت مستقيل، شلون تروح للبرلمان تقعد وتعقد ويا البرلمان وانت مستقيل؟ يعني ما عندك صلاحيه تخرج القوات الامريكيه المحتله اللي بالاساس هو حزب الدعوه وغيرها ومجلس الاعلى، ونعرف الشخصيات اللي وقعت على هاي الاتفاقيه. نعم صباح. ونعرف اللي كانوا يسمون انفسهم معارضه، انتم جبتوا الامريكان، هسه قمتوا تتباكون على تواجد الامريكان؟ نعم. انا اشكرك صباح من بغداد، كان معنا اتصال ابو محمد من بغداد، تفضل ابو محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. اول شيء نعم طلع على امريكا واتباعها ايران والذيول العراقيين التابعين الى ايران، لعنة الله عليهم الى يوم القيامة. هذول هم ودم الشهداء كله برقابهم، هاي الاطفال، كل طفل عراقي سقط بهاي ساحة التحرير يسوى امريكا وايران واتباعهم ذول الذيول من ساسهم ومن راسهم. نعم. وعندي وصية للمتظاهرين هالأيام، دا نسمع هواي أكو ناس دا يدقون قال الصدير أو حتى الصدر. أنا أوصيهم المتظاهرين والناشطين، أقول لهم لا تخلون واحد يجي ياخذ صيتكم، لأن صيتكم صار كل العراقيين وياكم، سنة وشيعة وأكراد ودول العربية مساندتكم، فلا تخلون الصدر يجي يدخل ويخلون قنوات ووداعات وهواسات. شو سوى الصدر؟ الصدر متهم بالطائفية، والصدر متهم بالفساد، فطلعوا الصدر من المظاهرات خلاص، حتى على مود المظاهرات تبقى سلمية وتبقى مدعومة من قبل الشعب العراقي والدول العربية. نعم. وأوصيهم الناشطين، أقول لهم كل من يدعي أنه هو الكتلة الأكبر هذا مجرم مزور، لأن الكتلة الأكبر الشعب العراقي ثلاثة أرباعة ما انتخب. منين جاب الكتلة الأكبر؟ منين جابها؟ جابها بالتزوير؟ هذول مزورين. كل من يقول أنا الكتلة الأكبر هو مزور. إذا كان أبو عمامة يروح إلى المحاكم يذب العمامة مالته ويروح إلى المحكمة، لأن الشعب العراقي ما انتخب. من انتخبك أنت؟ أنت منين جبت هاي الكتلة الأكبر؟ منين جبتها؟ يا مجرمين، يا قتلة، يا سفاكين. وأنا أشكركم، وإن شاء الله الله ينصر العراق والمتظاهرين على أمريكا وعلى إيران. هذول اللي يلعبون الفارة والبزون، وانكشفوا الشعب العراقي كشفوا. نعم. أبو محمد بن بغداد كان معنا. وعليكم السلام ورحمة الله. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أرجع وأذكر المشاهدين بأنه خدمة الواتساب متوفرة فقط للرسائل القصيرة ما عليها اتصال. إذا تريد تتصل عندك الأرقام موجودة الظاهرة أسفل الشاشة. خلونا نقرأ بعض رسائل الواتساب. يقول أبو أوس من تركيا: يا أبطال ثورة تشرين المباركة، أعتقد بعد كل ما حدث وما زال يحدث بأن طريق الحق أصبح واضحا جليا، أثبتوا للعالم أنكم ماضون في طريق الحق وأنكم لن ترضخوا لضغوطات حكومة القتلة والقناصين ولا تخشوا في نصرة الحق لومة لائم. أيها الثوار البواسل، سوف يكتب التاريخ أنكم أنتم من استعاد الوطن، أنتم من بدأ الثورة وأنتم من ينهيها. نعم، قبل ما نأخذ الاتصال نقرأ رسالة أخرى. يقول: السلام عليكم، أخوكم عبد الله العازم من الكويت. يقول: ملال إيران، سيسقطهم الشعب الإيراني بالمظاهرات قريبا بإذن الله، ومن ثم عملائهم في العراق سيسقطون بأيدي الشعب والمحاكم تنتظرهم. رب يحفظ العراق وشعب العراق من شر النظام الإيراني المجرم. معنا اتصال الكناني من ميسان. تفضل الكناني. السلام عليكم. تفضل الكناني. نعم نعم اسمعك. أسمعك جيد أجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معني؟ بس نصل التلفزيون الله يخليك. بلي صعب صعب. نعم. السلام عليكم. كيف وعليكم عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. خير الكلام ما قل ودب. لا شك أن هذه الحكومة جاء بها المحتل المستعمر. نحن عانينا من زمن حكومة صدام حسين إلى يومنا هذا من هذه الحكومة الأمريكية اللعينة، من قتل الجيش العراقي في قضية الكويت، من قضية السجون، من قضايا أخرى، إلى أن جاء بوش ومع هذا الملعون أيضا المالكي، وبحركة خبيبة من الزيدي باتفاق مسبق يضربون بوش بحذاء وتصادف كل خسائر الشعب العراقي بضربة حذاء. المفروض احنا نقاضيهم على النقطة الأولى بمشاركتي، يعني نقاضي الحكومة الأمريكية على آلاف الدماء، على البنية التحتية، على المصانع اللي دمروها، على التصنيع العسكري، على المعامل، على البيوت التي هدمت، راحت هكذا هباء منثورا. صادرها على المدبر الزيد بلعبة معينة، ضرب لك بوش القندرة أجل لكم الله وراح الأول والتالي وصلنا مضحكة. هذا أولا. ثانيا قضية المظاهرات، يا بخير يا الله، حين أيدكم وبارك الله بكم وما طلبتوا إلا حقكم، لكن غير الطريقة ما تجي تهرج لك تايرات بالشارع وتدعي لك حكومة، هذا ما نتفق وياكم به. هذا اللعب إخواني. ما تجي اليابان، دولة اليابان بالحرب العالمية الثانية قصف ومهدموا بيوتهم وما عطوا المدارس، ما عندهم مدارس، لكن لعنة الله استمر التعليم. أنا صار لي كم شهر ابني مثلا أو أختي أو شو اسمه ذاك الأطفال معطين عن الدراسة، طالع من حرب بس ما عنده حكومة فاسدة مثل حكومتنا. ما عنده حكومة عندها مليارات ومدارس أبنائها منطين. بوي أنا أتفق وياك. المحتل هو رايد هاي السالفة. ذول الحكومة مثل قضية كربلاء، يجي ياخذ التركية من بنت الإمام حسين ويمشي، تقول له شاتة ليش تبكي؟ يقول له شوف ما بتشوفي بتابع عبد الله، تقول له لا تبكي بتابع عبد الله، ليش تاخذ التركية مالتي؟ يقول له إذا ما أخذها يجي واحد غير ياخذها. الحكومة عن شيء يدرون هم ماشيين على هذا الطريق الفساد المفسد، لكن يقول لك حاليا اذا انا اروح اجي غيري خلينا نعرف جديد. احنا نتفق وياكم يا اخوان، هاي الحكومه فاصله تربط لايت ما سوت، لكن اكو طريقه ثانيه. ما الواحد يجي بساحه التحرير شباب يترافق مع ذاته، يعني احنا اخوان واحنا اولادنا هذول شباب نيات ولادات، وهذا يرقص وهذا ما ادري شنو جاي غير الحكومه على هذا الاسلوب. لا الى عشيسه يعني يطلع تظاهرات سلميه ويعبر بتظاهرات سلميه، يشغل موسيقى، يرسم لوحه، ما نرضى، يشيل سلاح، يطلع ارهابي، هاي ايش طلع هاي؟
أنا أشكرك. نعم أنا أشكرك الكناني من ميسان، كان معنا أبو عبد الله من لندن. تفضل أبو عبد الله، ترى الوقت ضيق، أنا أرجو أنه أي متصل يدخل بالموضوع مباشرة بدون استحضار التاريخ وكذا، لأن دقيقة أو دقيقتين مو أكثر نقدر نبطي. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أخي عمر، أحد المتظاهرين أمس يعني على وسائل التواصل الاجتماعي كان بحرقة، يعني يقول إيش نسوي تقتلونا يعني كمواطن. فيعني أنا قلت يعني آهي يا وطني يا حبيبة العراق، آلامك آلمتنا ومصائبك كرا لا يطاق. اللهم عليك بأمريكا وإيران، فقد ضيقوا على شعبنا المظلوم الخناق. اللهم كما خلصت شعبنا من جرائم سليماني، فألحقوا أصحاب الكذب والغش والنفاق. فأخي عمر، يعني مايك الأمريكان وزير الدفاع يقول، يعني صرح قال لقد غيرنا قواعد اللعبة السياسية. يعني تغيير قواعد اللعبة السياسية إيش هو؟ يعني مايك بومبيو وزير الخارجية قبل أيام صرح قال نحن في العراق الآن، نحن في العراق لدعم سيادته والقضاء على الإرهاب وعبد المهدي رئيس مستقل. يعني معناه إيش هو تغيير قواعد اللعبة السياسية هنا؟ هم يعني سمحوا لمالكي وعبادي وعادل عبد المهدي أن يحكم العراق، وسمحوا له أن يقتل ويفتش ويسرق، فالآن حشاك صاروا مثل الحذاء مثل النعال، مهمتهم يرمون في سلة المهملات. هذه هو، فالآن شعبنا يجب أن يوحد الصفوف وأن يوحد الكلمة مثل ما قال الأخ جودة من تركيا، فيكون لهم أشخاص يعني ذات علم ودراية بالواقع، وحتى يعني يصلوا إلى بر الأمل. وإن شاء الله قريبا كما قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، أن يثبتوا على الحق ويصبروا على الأذى، أن يصبروا على الحق وأن يثبتوا على الحق ويصبروا على الأذى، فسيكون نصر الله قريب بإذن الله. قد خلصنا من شر سليماني إن شاء الله. أبو عبد الله من لندن كان معنا اتصال. رياض من أمريكا، تفضل رياض. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك يا أخ عمر وللطاقم وسلم الرافدين. يا أهلا بيك. طبعا الأمم المتحدة نايمة، وحقوق الإنسان سادة عيونها، وإنها السبب هو مصالحها. لهذا السبب القتل والخطف مستمر، هذا لا ينتهي لأن ظهرهم قوي. نعم. فالحل الوحيد هو أن يذهبوا المظاهرين إلى المنطقة الخضراء بالحشود وبالأسلحة، والله سيهربوا الميليشيات الفاسدة. لا أسلحة سلمية، هي سلمية، شعارهم ثورة تشرين من بدت لغاية الآن شعارهم سلمية. يا أخ عمر، إلى متى سلمية ويومية قتل وخطف؟ إلى متى أنت قل لي؟ يعني لأن ظهرهم قوي ودي يقتلون، ما حد يتكلم، ماكو قوانين دولية دفعش. ومن طرف هذا حرامي بغداد عبد المهدي، هذا آتي من فرنسا، كان مستكع بمقاهي باريس في نيس ويقضي أوقاته بالقازينات الفرنسية. والله لا شغل ولا عمل، وفرنسا عندهم قانون المي شغل هناك يعطون مساعدة هو وزوجته وأطفاله. شوف شلون، وسووا له شهادة مزورة وسموه الدكتور عبد المهدي، فجابوا طوى وظيفة أكبر من راسه. فعيني يعني سلمية ماكو بعد، خلصت 6 أشهر، هاي 100 يوم صار المظاهرين ودي يقتلون ودي يتخطفون. إلى متى يا أخي عمر؟ يعني لازم أكو حل. والدول العربية ماكو، كلها نايمة، أمريكا نايمة، أمريكا دا تباوع، بس دا تباوع على المشهد. فرنسا دا تباوع، ألمانيا دا يباوعون كلهم. شوفوا شلون، وساكتين، كلها ساكتين لأن تأخذ عدم مصالح ويا الحكومة العراقية. شوفوا شلون، فإذا الشعب هاج مليون هج وطب للمنطقة الخضراء، والله ينهزمون الميليشيات كلها، تنهزم ذب السلاح وتنهزم. نعم. وشكرا لك عمر، هذا رأيي. يعني أنا أشكرك رياض من أمريكا. طبعا هو كل متصل يتحمل رأيه، وإحنا هذا البرنامج هو اسمه صوتكم،
رسالة من يوسف من الدنمارك أو أبو يوسف من الدنمارك يقول فيها السلام عليكم أستاذ عمر، يقول عادل عبد المهدي يقوم أو يوسط كردستان عند الإدارة الأمريكية، ولن يتم هذا إلا بإعطاء حصة جيدة من ثروات العراق، لكن المتظاهرين سوف يفشلون زيارته. رسالة يقول فيها السلام عليكم، الشهداء أكرم منا جميعا، يقول إني أرى الثورة قد وصلت إلى مرحلة النصر، وإن شاء الله سيتم طرد الحكومة الفاسدة وسيعود العراق إلى العراقيين وتعود سيادة العراق نوار من هولندا. رسالة يقول فيها سلام لكادر الرافدين، نشكركم على نقل الحقيقة، يقول الله سبحانه وتعالى يسخر الظالم حتى يضرب الظالم الآخر، هكذا حال إيران وأمريكا ويجعل بأسهم بينهم، ولا بد لليل أن ينجلي. نعم، رسالة يقول من أبو علي من البصرة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول الحكومة الفاسدة التي طلبت من الأمريكان المساعدة لقتال داعش اليوم يطالبونهم ويقول لهم أن بأنكم تنتهكون السيادة. نعم، معنا اتصال أحمد من الأردن، تفضل أحمد. حياك الله أستاذ عمر، أهلا وسهلا بك، حياك الله يا أهلا بك، الله يسعد مساكم جميعا، إن شاء الله بكل خير. الله يسلمك ويخليك، تفضل. هاي ثورة إخواننا الشعب العراقي، ثورة الأحرار، ثورة ضد أهل الشر في المنطقة، ضد بلاد فارس المتوغلة على إخواننا في العراق في بلاد الرافدين. أي نعم. وهذا بالنسبة ل العراق هو جمجمة العرب، جمجمة راس العرب، وهذه الجمجمة إن شاء الله حتبقى بمشيئة واحد أحد، رافعة منتصرة الراية شامخة رغما عن أنوف الأعداء جميعا. نعم، والشعب الأردني معكم قلبا وقالبا، وإحنا متابعين الأخبار مع إخواننا الشعب العراقي والتآمر اللي حاصل عليهم، والساحة اللي صارت مفتوحة للجميع اللي يستباح على أرض العراق، أرض الرافدين، أرض الحضارة، أرض الثقافة، أرض الشعر والأدباء والعلماء، بمشيئة واحد أحد إن شاء الله النصر قريب، لكن إخواننا عليهم بالصبر، والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأنا ببشر إخواننا، نعم، الشعب العراقي أبشرهم بالصبر والتماسك والوحدة. نعم، أنا أشكرك أخي أحمد من الأردن، وبيك بارك الله يسلمك. معنا اتصال حسام من بريطانيا، تفضل حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لقناة الرافدين العظيمة. حياك الله يا أهلا بيك. أنتم مجاهدون إن شاء الله، بارك الله بكم، وتحية لشعب العراق كافة طوائفه، ما شاء الله أنتم منتصرون. حياك الله. حتما وحقا أنتم منتصرون. أنتم حققتم الشعب العراقي، تحية للشعب العراقي، تحية للرجال والنساء ولكل فرد العراق يقاوم هؤلاء المجرمين. أنتم انتصرتم وحققتم القضاء على الطائفية، أول شيء عظيم، الثورة ماشية منتصرة، يعني والله سبحانه وتعالى يجب أن ينتصر الحق، ينصر الحق أكيد، بس من التواجدين في الاستحقاق أنه يختارون يسمون أشخاص من خارج العراق هم يعرفوهم أنه تختار أعزاء الخاصة حكومة ظل خارج الحق، هم بمهمة تواصل مع المتحدة وغيرها المتظاهرين، يقول إحنا الاستثناء هذه نحن نتخذ فلان وفلان وفلان كحكومة غير مؤقتة على 6 أشهر، يسمى اسمهم من خلال الساحات. نعم، كان الساحات يقال فلان أو أحمد أو محمد ومهما كان بالخارج، هم يتولون مهمة متابعة تصريف يعني متابعة التحقيق أهداف الثورة بكاملة. نعم، أعتقد خطوة مهمة هذه لما يكون أشخاص موجودين مثلون الشعب، وطبعا هاتفهم بي الهيئة المنظمة
للمظاهرات، طبعا هي مو مظاهرات. نعم حسام، الحملة التاريخية ما صاير لها مثيل. نعم أنا أشكرك، أشكرك حسام من بريطانيا. في الختام أقرأ آخر رسالة، هدير من ألمانيا تقول: أنا فخورة كلش بشباب العراق المتظاهرين، رجعونا هيبة العراق، عفي عليكم أبطال. صار 100 يوم تحملتوا وقدرتوا تغيرون هواي أمور، وراح تتغير بعزيمتكم وإصراركم. ابقوا كملوا وإحنا وياكم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.